اختصار، عطني اياها من الاخر. كم تبي؟ حط الرقم وانا حاضره. ابي لما اطلع من هني تصير زوجتي. باخذك احسن مطعم بالكويت. صدق؟ عاد انا خاطري من زمان ان احنا نتغدى برا. عاش امور، وين حابه تتغدين؟ شمور يمه، ايش فيك؟ اخوك يكلمك. ها؟ ايش قلت؟ وين حابه تتغدين؟ ما ادري كيفكم. لا انا عازمك، اختار المكان اللي تبينه. ما ادري اللي تبونه على ذوقكم. صدق ما قلتي لي يما شمور لما قعدتي مع الرجال ايش قال لك؟ ما قال شيء، انا اللي قلت له. قلت له ايش اللي تامر عليه والتنازل عن القضيه. انا اقول احسن، ما نبي محاكم ولويا، وبالنهايه هو الكسبان. بس يا يما هذيل اشكالهم فقاره، اخاف يطلب منك فلوس وايد. ما ادري والله شو نسوي. هاي يما ايش قالت لك؟ ما يما شكلها بتوافق. والله يا يما تدري لو تزوجتها كان نطلع من الفقر اللي احنا فيه. وانا يما انت شنو؟ يما انا راح ارجع امشي، صحتي بترجع ولا لا؟ بترجع ان شاء الله بترجع. الحين الفرصه جت لي عندك، ما تدري يا يما يمكن الله حطها بطريقك علشان تحل كل مشاكلك. يما ومريم هم رديت وفكرت ببنت الفقر هذه. يا يمه مريم لو تحبك كان جت تسالت عنك، طلت عليك، شافتك، اقل ما فيها على الاقل كان جابت لك شده ورد. ايه شيك يا يمه يا عيسى يا حبيبي، فكر معاي شويه. انا ابيك هذا الحكي كله تقطه ورا ظهرك، الحب الغرام الهيام هذا الخرابيط، هذا كل الحكي ما يوكل شعير. خبز يمه خبز مو شعير، وبعدين هذه شده بقل والورد يقولون عنه باقه. الحين هذا كله هذا يبا هذا كله حنطه، والله شعير ولا خبز. حبيبي أبيك تفكر معاي شوي. أبي ناكل دسم، نب نضرب مفطح، نب ناكل قوزي. إيه الدسومة هذه عند منو؟ عند هذيك البنية طبعا. فكر يا يمه فكر. وانت ليش بس همك بطنك يمه؟ بس عاد تبين الصج؟ والله البنية حلوة جميلة. مو إيه الحلوة يا يمه، مو إيه، فلوسها الحلوة، فلوسها اللي مخليتها حلوة وجميلة. إيه ويا يمه تدري لو عندي فلوس، تدري لو أنا بنت عز كان أزقر عمري 20 سنة ورا. إيه كان عبالهم الناس إن أنا أختك الصغيرة. الحين هي صغرة نفسي وانت عيونك خط كنت جاية من بعيد. بعدين شنو أصغر نفسي؟ قوقوش انتي. اخ يما انا همشي، عندي صحتي ترجع برجع امشي ان شاء الله. برجع اتحرك ان شاء الله. ان شاء الله وانتي تفكيرك بالفلوس وين؟ نيتك سودة يما.